بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ بالسكشن 3-5 اللي هو البارتكل ديفراكشن اللي هو حيود الجسيمات. في عندي أول شغلة بدنا نحكيها إنه في عام 1927 في عالم اسمه كلينتون ديفيسون أند ليستر جيرمر، هذول في الولايات المتحدة، وفي عندي كمان عالم آخر اسمه جي بي ثومسون، هاي موجود في إنجلترا. كلهم أكدوا اللي هو موجة دي بروي، حيث التجربة اللي عملوها هي الإلكترون بيم ديفراكشن. الإلكترون بيم ديفراكشن زي ما انتم شايفين على اليسار، في عندي إلكترون جن، في عندي جن بيطلق إلكترونات تسقط على هاي الإلكترونات، تسقط على كريستال، الكريستال هاي بتعملها اللي هو ديفراكشن زي ما شفتوا الإكس راي ديفراكشن، يعني زي كأنها بتنعكس عن هذا الكريستال. فالسكاترد بيم بتم، يعني خلينا نحكي عن طريق الكترون ديتكتر، بيتم رؤية هذه الالكترونات بعد ما يصير لها ديفراكشن. طيب فخلينا نحكي هاي بأيد هذا الكلام اللي هو تصرف الالكترونات كتصرف خلينا نحكي الفوتونات، هذا بيدل على الطبيعة الموجية للالكترون. طيب في عندنا هذا كانوا يعني هم studying the electrons scattering from solid، طبعا زي ما حكينا لكم the energy of the electron، هسا طاقة الإلكترون الحركية in the primary beam، في خلينا نحكي في البيم الأساسي الساقط اللي هو incident beam، بعندي the angle at which they reach the target، بيسقط على التارجت بانجل، اند ذا بوزيشن اوف ذا ديتكتر اللي هو الالكترون ديتكتر اللي هو اللي بيرصد الالكترونات. كل هاي الشغلات تم التاكد منها انه الالكترونات بيعمل سكاترنج، فالسكاترنج الكترون تكون في جميع الاتجاهات، وخلينا نحكي تعتمد على الانتنسيتي اون ذا سكاترنج انجل، اند on the energy تعتمد قليلا على ال energy of the primary electrons، يعني اكثر شيء بتعتمد على ال intensity اللي هو عدد الالكترونات في هذا البيم وليس طاقة الالكترونات. طيب خلينا يعني عشان نشوف بس ما هو فقط هذا كلام، يعني بيشرح عن التجربة نفسها، يعني انه شو صار في ظروف التجربة. بدنا المهم الـ results، the results was very difficult was very different، يعني كانت نتائج مختلفة. طيب في عندي هسا حكيت لكم هاي الفقرة بتتحدث فقط عن ظروف التجربة نفسها. نيجي هون عندي two questions come to mind immediately، نتج من هاي التجربة سؤالين، يعني هم لما في هذا العام اجروا هذه التجربه في عندي سؤالين طلع لهم في يعني في التجربه. What is the reason، ما هو السبب لهذه الظاهره، يعني ما هو السبب لظاهره اللي خلينا نحكي الالكترون سكاترينج. Why did it not appear until after the nickel target was baked، يعني لماذا ظهرت حتى انه طبعا التارجت اللي هي اللي كان يصطدم فيه الالكترون هي من مادة النيكل. طيب المادة صار لها يعني بيك، صار لها يعني زينا خبزت، فخلينا نشوف تفسير لهذول الظاهرة اللي هي ظاهرة الدي بروي هايبوثيسيس، اللي هي نظرية دي بروي سجستد، اقترحت انه الالكترون ويفز وير بينج ديفراكتد باي ذا تارجت، يعني انه الالكترون ويفز حكينا انه الويفز التي ترافق الالكترونات زي ما شفنا في واحد من الامثله، حكينا انه في طول موجه دي بروي تقريبا في حدود البيكومتر، فهاي الويفز هي التي ترافق الالكترون much as x-ray as diffracted، يعني زي ما حكيت لكم زي diffraction تبع x-ray اللي شفناها في الشابتر اللي قبله. the idea received، الفكره اللي اتاخذت. طبعا نيجي هنا when it was realized that the heating that heating a block of nickel at high temperature causes the many small individual crystals
of which it is normally composed to form into a single large crystal, all of whose atoms are arranged in regular lattice. يعني خلينا نحكي عملية تسخين التارجت أدت إنه كل الكريستالز صارت مرتبة in regular lattice، صارت regular lattice. لما صارت regular lattice صارت المسافات بين الطبقات متساوية. يعني خلينا نحكي أول ما بدأ بالنيكل كانت الذرات مش مرتبة بترتيب بلوري منتظم، بعد ما صار لها هاي تمبرتشر يعني زي انخبزت، زي ما قلنا لما انخبزت اللي هي التارجت تبع النيكل، صار عندي هاي الظاهرة نشأت. قبل هيك ما كانت نشأة لأنه كانت التشتت عشوائي في جميع الاتجاهات. لذلك let us see whether we can verify De Broglie waves are responsible of Davison and Germer finding. طيب هسا نيجي على المعطيات اللي كانت في التجربة. في عندي بيم كان اللي هو يمتلك اللي هو الكترونات طاقتها 54 الكترون فولت، was directed perpendicularly عموديا at nickel target and sharp maximum in the electron distribution occur. يعني كان اللي هو اقصى توزيع للالكترونات حدث عند زاوية 50 درجة with the original beam. يعني لاحظوا في الشكل اللي على اليمين اقصى، خلينا نحكي لانه احنا حاطين الكترون ديتكتر، لاحظوا الزاوية نازلة عامودين على هذا النيكل سنجل كريستال اوف نيكل، ان انعكست خلينا نحكي او سكترت تشتتت بزاوية 50%. هذا طبعا الماكسيمم، لاحظوا انه هنا في عندي كيرف، يعني في تشتت على زاوية 30، خلينا نحكي في على 40، في على 90، لا ما في على 90، في عندنا عدة زوايا بس كان الماكسيمم يعني اقصى تشتت حدث عند زاوية 50، زي ما انتم لاحظين هذا الكيرف اللي لونه زهري اقصى زاوية. طيب the angles of incidence and scattering relative to the family of Bragg's shown in the figure 3.8 both 65 درجة، زي ما راح نشوف هسا اللي هو الفيجر اللي بعده. هسا لو نيجي نحسب زاوية خلينا نحكي الزاوية اللي سقطت the angles of the incidence and the scattering relative to the family of Bragg's shown in figure 3.8 are both 65 درجة. يعني خلينا نحكي زي ما انتم ملاحظين انه لو نيجي لاحظوا كيف شكل براغز اللي هو خطوط اللي هي الخطوط هاي اللي موجودة عندي في الرسمة هاي اللي خلنا اظللها مثلا هاي الرسمة اللي هون عندي الخطوط، لو نيجي نحسب الزاوية اللي بتصنعها طبعا ما بين الزاوية هي عبارة عن 50 + 90 درجة، فهي عبارة عن 130 درجة. 50 + 150 هسا خلينا نحكي هاي الزاوية 50، بيتبقى عندي من 180 درجة 180 - 50 اللي هي 130 درجة، تنقسم إلى قسمين لأنه زاوية السقوط مثلا تساوي زاوية التشتت، فبيكون عندي الزاوية اللي بيصنعها مع براغز اللي هو اللي هي براغز بلينز اللي هي الزاوية بين البراغز بلينز هي عبارة عن 65 درجة. طيب لأنه خلينا نحكي الزاوية بين الشعاع الساقط وبراغز اللي هي الخطوط المائلة اللي في الرسمة هي عبارة عن 65 درجة، والزاوية بين الشعاع المنعكس اللي هو على زاوية 50 من الشعاع الساقط الأصلي، بس لما نيجي نحسبه بالنسبة لزاوية براغ كمان بيطلع 65 درجة. فهنا أجت ال 65 لأنه لاحظوا هاي البارالل بلينز اللي موجودة في الرسمة مائلة، فهي عامودية، لا هي خلينا نحكي تصنع زاوية اللي هي مع اللي هي خطوط اللي هي الإلكترون بيم 65 درجة، والشعاع المتشتت برضه بيصنع معها 65 درجة. إذا ثيتا عندي اللي هي زاوية السقوط والتشتت هي 65 درجة، فعندي the spacing between the planes in the في هذا كريستال النيكل هاي اللي planes مع يعني معطاة معنا التباعد ما بين هاي الطبقات اللي هي 91 بالألف نانومتر. فإذا بدنا نطبق براغز إكويشن، لأنه براغز إكويشن تبعت اللي هي سواء للإكس راي ديفراكشن أو اللي هي الكترون ديفراكشن نفس القاعدة اللي هي ان لامدا اللي هي ان في الطول الموجي،
يساوي 2 دي ساين ثيتا. هون طبعا المجهول هو الطول الموجي، بدي اعرف انا الطول الموجي، فاحنا بنطبق دي 91 بالالف، ثيتا 65 درجه، ان اللي هي الماكسيمم انتنسيتي تحدث عند ان بتساوي 1، ذا دي بروي ويف لينث طلعناها من هاي القاعده، لامدا بتساوي 2 دي ساين ثيتا، بيطلع معي 165 بالمية نانومتر. فهاي هي طول موجة دي بروي. هسا بدي أوجدها عن طريق اللي هي علاقة دي بروي، هاي طبعا عن طريق التجربة من خلال تجربة دافيسون وكيرمر. طيب من خلال اللي هو قانون اللي هو لامدا بتساوي ثابت بلانك على لامدا في ام في في، to find the expected wavelength. طبعا الكاينتيك انرجي 54 الكترون فولت، so small منقدرش نستخدم الريلاتيفيتي، فبنعتبر انه الجاما بتساوي 1. فاذا اللي هي خلينا نحكي الام سي سكوير للالكترون بيساوي 51% ميجا الكترون فولت اللي هي طاقته السكونيه اللي هي الريست انرجي. فعندي الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في تربيع، بنستخدم طبعا النظريه الكلاسيكيه لانه حكيت لكم النسبيه هون بهاي، لانه السرعه قليله جدا او طاقته الحركيه. لان لاحظ احنا قاعدين بنقارن الكاينتيك انرجي 54 الكترون فولت مع 51% ميجا الكترون فولت، يعني هاي تقريبا 10,000 مره اكبر من الطاقه الحركيه. اذا راح نوجد اللي هي من الكاينتيك انرجي بدي اوجد المومنتم. المومنتم اللي هو ام في في بيساوي الجذر التربيعي ل 2 ام في الكاينتيك انرجي. طبعا بنستخدم كتله الالكترون، هاي طبعا علاقه كلاسيكيه، هاي ام في في ماخوذه من الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير، بعدين بنربع خلينا نحكي نضرب الطرفين بام، وبعدين نستخرج انه الام في في بتساوي جذر التربيع ل 2 ام في الكاينتيك انرجي، فساوي 2 في كتله الالكترون 9.1 في 10 قوه ناقص 31 في 54 بنحولها الالكترون فولت اللي هي 1.6 في 10 قوه ناقص 19، يطلع معنا اللي هي المومنتم لهذا الالكترون بيساوي 4 في 10 قوه ناقص 24 بوحده المومنتم المعهوده اللي هي كيلو جرام متر لكل سكن. فبيطلع عندي لامدا اللي هو الطول الموجي ثابت بلانك على الام في اللي طلعناها، بيطلع عندي الجواب 1.66 في 10 قوه ناقص 10، وبيساوي نفس القيمه اللي طلعناها من خلال التجربه اللي هي 0.166 نانو متر. اذا هون بنستنتج بما انه صار عندي الكترون ديفراكشن من خلال ذرات الكريستال المرتبه ترتيب بلوري معين، فبنستنتج عندي انه يوجد هناك امواج ترافق الالكترون وهي امواج دي بروي اللي اقترحها دي بروي. فعندنا عند حصولنا على هذا الرقم اللي هو 0.166 نانو متر اللي هو الطول الموجي اللي حسبناه من خلال علاقة دي بروي المعروفة عندي، ومن خلال التجربة طلع معاي لامدا بيساوي اللي هي 0.165 اللي تقريبا هذول الرقمين متشابهين. فاحنا بنستنتج من وين هاي الموجة اللي طلعت عندي اللي هي طول موجة دي بروي. فلاحظ عندي انه هذا agree well with the observed wavelength اللي هي 0، فاذا هاي اللي طلعت في التجربة مساوية لما اقترحه اللي هو دي بروي. فهذا خلينا نحكي ما يتعلق في هذا السكشن، نشوف بعض الأمثلة أو لا ما فيش عندنا مثال لأنه خلص هاي، بس هاي يعني سكشن 3-5 هو فقط لإثبات وجود موجة دي بروي اللي هي عن طريق حيود الإلكترونات من خلال الكريستال. في عندي علاقة ثانية اللي هي بارتكل إن بوكس اللي هي سكشن 3-6 بارتكل إن بوكس، why the energy of a trap particle is quantized، لماذا الطاقة مكممة عندما يكون الجسيم محبوس داخل بوكس. هسا عندي the wave nature of moving particle leads to some remarkable consequences، إذا البارتكل restricted محصور في مساحة معينة instead of being able to move freely، يعني الجسم المحصور غير عن الجسم الفري، فإذا كان الجسم محصور في منطقة معينة من الفراغ، the simplest case is that the particle bounce back and forth between the walls of the box، يعني إنه الجسيم راح يظله يصدم بين حيطان اللي هو هذا البارتكل المحصور. ومننا نشوف خلينا نحكي ماذا يحدث له وماذا تحدث للطاقة اللي موجودة.
بدنا نفرض ان الوولز اوف ا بوكس ار انفينيتلي هارد، يعني انه جدران هذا البوكس هارد بحيث انه الجسم لا يستطيع ان يخرج، او اول شيء لا يستطيع ان يخرج من هذه الحيطان، ثاني شغله دو نوت لوز انرجي، يعني من نفرض انه التصادم مرن 100% ولا يفقد طاقه ايتش تايم سترايك ذا بول، يعني الطاقه عاده لما جسم يصطدم جسم اخر تفقد عن طريق الاحتكاك. فنفرض ان الجسم املس والطاقه والجدران ملساء، فعند حدوث الاصطدام لا يفقد الجسم من طاقته، ولا لو فقد من طاقته بيظل يضرب بين الحيطان، اخر شيء بيفقد الطاقه الحركيه كلها وبيستقر في قاع هذا البوكس. فاحنا بدنا نفرض انه لا يتم فقدان الطاقه، و its velocity is small so that we can ignore the relativistic consideration. بدنا نفرض انه كمان ال velocity small بحيث لا يفقد من كمان لا نضطر نستخدم النظريات النسبيه. طيب احنا بنقول لحد قديش انه الجسم يكون سمول، يعني لو كانت سرعه الجسم 3 × 10^7 هذا محسوب سمول، يعني 3 × 10^7 بيساوي 1 بالعشرة من سرعه الضوء، ولما نربع هذه السرعه، لانه دائما كل خلينا نحكي الحسابات النسبيه هي بتربيع في على سي، فبصير عندي 1%، 1% محسوب كمان كمية قليلة. طيب this model situation requires طبعا حتى نحلل، خلينا نحكي اللي كي نحصل على الطاقة، في عندي طبعا اشي راح نستخدمه في chapter 5، فاحنا بهمنا لحد الان من هذا الشابتر خلينا نحكي من نحسب بالحسابات اللي عندي. from a wave point of view the particle trapped in a box is like standing waves in a single stretch between box walls. بدنا نفترض انه خلينا نحكي الامواج التي يمتلكها هذا خلينا نحكي الجسم داخل البوكس هي عباره عن امواج اللي standing waves، اللي امواج واقفه، اللي خلينا نحكي بتكون بدايه الموجه على حيطان، خلينا نحكي حيطان هذا البوكس، وبتكون بالنص الموجات تحدث، ولكن هذه الموجات واقفه ولا تنتشر، اي لا تتحرك، عشان هيك سميناها ستاندينج ويفز، يعني كانك ماسك طرفين سلك كبير وقاعدين الشخصين اللي واقفين على الاطراف بيعملوا امواج، بس هم واقفين والامواج واقفه لا تتحرك. طيب عندي طبعا هي عباره عن ترانسفيرس ديسبيسمنت اوف ذا سترينج، زي ما وصفنا احنا اللي هي الويف فانكشن اللي هي بساي، مس بي هاي الويف فانكشن لازم تكون زيرو، يعني ما إلها أي أمبليتيود، على وين؟ على الوولز، يعني يجب أن تكون هذه البساي بتساوي زيرو، لأنه الموجة لازم تبدأ من الزيرو على الوولز، since the wave stop there، لأنه تتوقف الموجة. The possible debris wavelength of the particle in the box is determined with the اللي هو the width of the box اللي هو L، عشان هيك بنقول إنه the longest wavelength أطول طول موجي ممكن نحصل عليه، the longest wavelength ممكن نحصل على أطول طول موجي لدي بروي بتكون عندما تكون لامدا بتساوي 2L. خلينا نشوف هاي الحالة اللي هي الحالة اللي موجودة على اليسار بالأسفل، هاي اللي هي لامدا 1، لاحظوا هاي لامدا 1، لاحظوا الخيط هنا بيكون زيرو عند بداية الحيط وبتكون زيرو، هاي طبعا نص موجي، يعني نص موجي بتساوي L، إذا الموجة كلها شو بتساوي؟ 2L. بعدين اللي بتيجي بعديها بالطول، يعني هاي the longest wavelength is لما لامدا بتساوي 2L، والشكل لاحظوا انه اللامدا زيرو عند الأطراف، عند الأطراف بتكون الأمبليتيود زيرو. هسا بنيجي على لامدا 2، لامدا 2 بنعمل موجة كاملة، يعني زيرو عند الأطراف بس في عندي موجة كاملة، يعني عندي قمة وقاع، لاحظوا هاي اللي تحتيها فقط قمة، هاي قمة وقاع. الشكل اللي بعده اللي هو لامدا 3 قمة قاع قمة، لاحظوا كلهم بحافظ انه عند الاطراف ترجع الموجه للزيرو. اذا ذا نيكست وان عندما لامدا بتساوي L، اللي بعديها شو بتكون؟ لامدا بتساوي 2L على 3، لانه لاحظوا هون هاي موجه نص، يعني 3 × 2 لامدا بتساوي L، اذا لامدا شو بتساوي؟ 2 × 3L، وهكذا. اذا بنقدر نكتب قاعده لهاي الموجات اللي بتتكون داخل البوكس، نقدر نكتب القاعده انه لامدا N، لاحظوا هاي بتساوي 2L على N، فلاحظوا عندما N بتساوي 1 بتصير 2L على 1 بتساوي 2L اللي هي أول وحدة، لامدا بتساوي 2L،
الثاني لامدا 2 تساوي 2L على 2، 2 على 2 بيختصروا، نكون عندي هاي اللي هي الموج الثاني لامدا بتساوي L. الثالثة 2L على 3 نكون عندي هاي 2L على 3 وهكذا. هسا بنيجي عندي بدي احسب اللي هي طبعا من خلال موجة دي بروي انه ام في في اللي هي المومنتم بتساوي اتش على لامدا، هاي ذا ريستريكشن اون دي بروي. هسا احنا فرضنا افتراض اللي هو ريستريكشن على هاي الموجات اللي داخل البوكس اللي هي لامدا، زي ما حكيت لكم نطبق انه لامدا شو بتساوي هون، نعوض في المقام مكان لامدا بنعوض 2L على N. طيب بس في النهاية يعني هو لانه هون طلع هون ما بدنا نحسب اللي هو الكاينتيك انرجي بتساوي نص ام في سكوير. فلاحظوا ضربنا عشان احنا معنا الام في، احنا الكمية اللي معنا هي عبارة عن ام في، فمن نحول الكاينتيك انرجي لام في اللي هي بنضرب خلينا نحكي نضرب البسط في والمقام في ام، بصير عندي ام في سكوير على 2m. لاحظوا 2 هاي جاي من النص اللي هون. لاحظوا هسا اللي قبل شوي حليت لكم اياها كانت عبارة، لاحظتوا هون انه ما هي العلاقة بين المومنتم والكاينتيك انرجي، هون ام في سكوير على 2m بتساوي الكاينتيك انرجي، اذا الام في سكوير شو بتساوي؟ 2m اللي هي في المقام مضروبة في الكاينتيك انرجي، اذا الام في شو بتساوي؟ الجذر التربيعي ل 2m في الكاينتيك انرجي، هاي اللي استخدمناها قبل شوي في السكشن السابق. فهون لا بدنا نوجد احنا الكاينتيك انرجي، فالكاينتيك انرجي بتساوي الام في سكوير على 2m، عوضنا مكان الام في سكوير اللي هي اتش على لامدا مكان الام في، وبس بدنا نربحها بصير اتش تربيع على لامدا تربيع، وهون عندي في المقام 2m فبصير عندي اتش تربيع على 2m لامدا تربيع. وبدنا نعوض هسه على لامدا ان اللي هي لامدا ان هاي اللي هون في المعادله السابقه اللي هي على مكان اللامدا تربيع، لانه زي ما حكيت لكم الطاقه صارت مكممه، فبنعوض هون لاحظوا اللي بعدها بنعوض هون، اذا كاينتيك انرجي بتساوي اتش تربيع على 2m بنعوض لامدا تربيع، لامدا تربيع بنعوض عنها 2l على ان تربيع، فبصير عندي 2 تربيع وهون 2 بصير عندي 8 وعندي ال تربيع والان هاي بتطلع لفوق تربيع، فبصير عندي العلاقة النهائية طبعا بعد ما عوضنا مكان لامدا اللي هاي العلاقة النهائية طاقة اللي هي البارتيكل ان بوكس، اذا اي ان شو بتساوي؟ ان تربيع في اتش تربيع اللي ثابت بلانك على 8 ام ال تربيع، حيث ان اذا each permit energy is called the energy level، كل طاقة من هاي الطاقات لما تكون ان بتساوي 1 2 3 الى اخره هاي بنسميها اللي هي الانرجي ليفل، وهذا الان بنسميه ايش؟ الكوانتم نمبر، حيث ان بنسميه الكوانتم نمبر. اذا ان صار الانتجر هذا سميناه الكوانتم نمبر، والاي ان سميناه الانرجي ليفل. طبعا هون خلينا نحكي بنقدر من خلال الطاقة المحصورة طاقة هذا اللي هو البارتيكل بوكس اللي محصور في داخل هذا الصندوق بنقدر نطلع بثلاث خلينا نحكي استنتاجات. طبعا هذا الحكي بنقدر نحكي انه مش فقط انه بنطبقه if the region does not have a well defined boundary، يعني مش شرط يكون في حيطان زي البارتيكل بوكس. في عندي for instance the atomic electron have captive by the attraction of the positively charged nucleus، يعني انه الالكترون بيكون محصور في اللي هي اللي هي البوزيتيفلي تشارج النواة الموجبة اللي هي بتعمل له اتراكشن بيكون محصور فيها، فهذا برضه مش محصور داخل الحيط بس محصور بواسطة القوة الكهرباء الجاذبية بواسطة النواة، فالالكترون بيكون محصور. طيب ناخذ الثلاث استنتاجات من البارتيكل ان بوكس. اتراب بارتيكل جسم محصور كانت هاف ان اربيتراري انرجي، ما بنقدر نحصل على اي طاقه بدنا اياها از ا فري بارتيكل كان، بخلاف البارتيكل فري ذا فاكت اوف اتس كونفاينمنت، يعني انحصار وداخل اللي خلينا نحكي داخل هذا البوكس ادى اللي خلينا نحكي انه الويف فانكشن تبعيته allows the particle to have specific energy and no others، يعني خلانا فقط نحصل على هاي الطاقات اللي موجودة في معادلة 3.18. طيب طبعا تعتمد على الماس
تعتمد أولا على الماس، وتعتمد على خلينا نحكي الجيومتري اللي هو للمكان المحصور فيه. اثنين، a trapped particle cannot have zero energy. لاحظوا انه ما في عندي zero energy، يعني ما بقدر البارتيكل هذا محصور يكون عنده zero energy، لانه خلينا نحكي since the de Broglie length of particle بتساوي h على m في v، معناته اذا كان zero energy يعني ساكن، اذا كانت خلينا نحكي v بتساوي zero، اذا معناته هذا انه طول موجة de Broglie بيساوي ما لا نهاية، وهذا الحكي ما في عندي انه زيرو، ما يعني ما في عندي انه طول موجة دي بروي بيساوي ما لا نهاية. فاذا so the particle must have at least some kinetic energy. طبعا المعلومة الثالثة، because Planck constant is so small، بما انه ثابت بلانك مقدار صغير جدا بالوحدات الدولية اللي هو 6.63 في 10 اقوى ناقص 34، quantization of energy خلينا نحكي بتكون ملحوظة فقط إذا كانت إيش؟ إذا كانت M و L اللي هي so small، يعني فقط عندما تكون لأنه إيش؟ تزداد الطاقة إذا كانت M و L صغيرات جدا، اللي هو المكان اللي محصور فيه صغير والكتلة صغيرة، اللي هو هذا بنطبق على مين؟ على الإلكترونات. كتلة صغيرة جدا اللي بمقدار 9.1 في 10 قوة ناقص 31، والال اللي هو المكان المحصور فيه اللي هو الذرة اللي هي 10 قوة ناقص 11، فكله يعني صغير صغير في صغير. فلما نكون عندنا الثابت بلانك لما نربعه بيكون مثلا بحدود اللي هو 10 قوة ناقص 68، فحتى تكون عندي الطاقة ملحوظة لازم يكون عندي الال الام والال صغيرات جدا. طيب ناخذ هذا المثال زي ما راح نوضح لكم هسه. الكترون موجود في بوكس، يعني حطينا هذا الالكترون في البوكس، البوكس حدوده اللي هو 1 بالعشرة نانومتر، which is the order of the magnitude of the atomic dimension. find the permitted energy، اوجد الطاقات المسموحة لهذا الالكترون. نطبق مباشرة على القاعدة اللي هي ان تربيع في h ثابت بلانك تربيع على 8 في كتلة الالكترون في اللي هي مربع اللي هي L، زي ما هسه شرحت لكم انه M و L صغار، هاي حكيت لكم هذا اللي هو الحكي قبل شوي. طيب فاذا طبقنا N تربيع في هذا ثابت بلانك على هاي المعطيات كلها، طلع معي 6 في 10 قوة ناقص 18 N تربيع في جول. خلينا نحولها للإلكترون فولت، بنقسم على ايش؟ على 1.6 في 10 قوة ناقص 19، بطلع عندي 38 N تربيع إلكترون فولت. المينيمم انرجي قديش بتساوي لما ان بتساوي 1؟ ذا مينيمم انرجي لما ان بتساوي 1، 1 تربيع لي 38، ف 38 الكترون فولت. الطاقه اللي بعد هذا سيكونس اوف ذا ليفلز كونتينيوز ويز اي 2، لما نعوض ان تربيع اللي هي 2 تربيع 4 بتساوي 152 الكترون فولت، ثم 342 الكترون فولت، ثم 608 اي 4، وهكذا بنطبق حسب القاعده اللي موجوده عندي. طيب نيجي عندي هسه بدنا نعمل مقارنة، انه لما يكون الجسم كبير يعني شو اللي بيحدث بهاي الطاقات المحصورة في البوكس. 10 جرام ماربل، يعني زي انه كرة صغيرة اسمها الماربل، وزن 10 جرام محصورة في بوكس 10 سنتيمتر. خلينا نحسب مستويات الطاقة. اي ان نفس القاعدة، ان تربيع في ثابت بلانك تربيع على 8 في كتلة الكرة هاي اللي 10 قوة ناقص 2 في 1 في 10 قوة ناقص 1 اللي هي 10 سنتي تربيع، بطلع عندي 5.5 في 10 قوة ناقص 64 جول على مش في ان تربيع. فلاحظوا انه هذا كله مقادير صغيرة جدا، فلذلك تستخدم فقط الطاقة في الاحجام الصغيرة والاطوال الصغيرة. طيب هذا خلصنا هذا المثال. المرة القادمة 3.7 و3.8 ناخذ نخدم مع بعض إن شاء الله.